قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما معنى الاكتناز هنا فضيلة الدكتور؟ نعم، الاكتناز هنا شيء آخر يختلف عن الادخار. الاكتناز هو المال الذي لا تؤدى فيه الزكاة. إذا هنا الخيط هنا رفيع جدا. نعم، بين الادخار والاكتناز. وبين الاكتناز. المال الذي يؤدى فيه حق الله وحق العباد، هذا كان زائدا عن الحاجة خلاص مباح ولا مباح. شيء فيه ويحتفظ الإنسان به، بل يؤجر عليه لأنه ينفع غيره. نعم. أما الاكتناز فهو إنسان مفرط في جمع المال، لأن جمع المال في حد ذاته ليس أمرا مذموما، لكن الإفراط في جمعه لغير الضرورة مع عدم تأدية حق الله عز وجل. نعم. هذا إيه؟ هو المذموم. نعم. وده أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الخلق المذموم، فقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له ذبيبتان ثم يطوقه يوم القيامة. شجاعا أقرع يعني الثعبان. نعم. الأقرع، وأقرع ليس عليه شعر، قالوا لشدة سمومه ولكثرة سمومه، يأتي سلام. لهذا الإنسان المكتنز ويطوقه يوم القيامة ويقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذا بنفهم من ده فضيلة الدكتور أن الاكتناز أمر مذموم في الشرع، لأنه لم يؤد فيه حق الله إلى الصدقات والزكاة إلى غير ذلك من الحقوق. أما الادخار هذا حثت عليه الشريعة الإسلامية ومارسه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهو أمر مباح لا خلاف عليه، وهو أمر مباح وقد يكون مستحبا.